فلذلك إذا ابتلي الإنسان بأخوات أو ابتلي ببنات فأحسن إليهن استحق أن يكون من رفقاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة، لا سيما إذا كن مطلقات، فإننا وجدنا في بعض البيوت إذا طلقت ابنة الشخص أو طلقت أخته وكان للبنت أبناء أو كان للأخت أبناء، تجد أن هذا الأخ أو أن هذا الابن لا يصبر عليها، فربما يؤذيها، وربما تسلطت عليه زوجته، أو ربما تسلطت على هذه البنت أو على هذه الأخت زوجة الرجل، لا سيما إذا كانت أما غير أمها، فتتعب البنت بعد ذلك، تتعب البنت وتشقى وتتمنى لو أنها لم تفارق زوجها قبل ذلك، تتمنى لو أنها عاشت معه، مع أن الزوج ربما كانت تلقى منه من الأذى أعظم من أذية أبناء أقربائها وأعظم من أذية إخوانها، لكن ظلم الأقرباء أعظم كما قال الشاعر، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. ومن أساء إلى بناته أو أساء إلى أخواته فقد ألحق بنفسه الحرج، ألحق بنفسه الإثم، فقد ثبت عند الإمام أحمد من حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحرج عليك حق الضعيفين اليتيم والمرأة، اللهم إني أحرج عليك حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ومعنى أحرج أي ألحق الحرج بهم وألحق الإثم بهم وأنهى عن ذلك نهيا بليغا وأزجر عنه زجرا شديدا. فمن أساء فقد والله وقع في الإثم الكبير. وإنك أيها المسلم لا تعلم لعل بناتك سببا في رزقك وسببا في سعادتك. قال عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، إنما تنصرون على أعدائكم، وإنما ترزقون بوجود الضعفاء، وأعظم الضعفاء البنات والأخوات. وإن من حقهن عليك يا من كنت أبا لبنات أو كنت أخا لأخوات، إن من حق ابنتك عليك أن تختار لها الزوج الصالح، أن تختار لها الزوج الكفء في أخلاقه ودينه. فإن زوجتها ممن ليس بصالح فقد غششتها، وإن من غش رعيته حرم الله عليه الجنة.